الخطاب اللي في ايدي ده فيه اسماء الخونه مقفول، بمجرد ما هيتفتح اسمائهم كلهم هتبان وهيبقى مصيرهم الموت. لكن مولاي السلطان امر ان الخطاب ما يتفتحش واسماء الخونه تفضل سر، عشان كل واحد فيهم يعيش بقيه عمره وهو عارف نفسه. عاش السلطان ملك شاه! 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 كده يا مولاي تضمن ولائهم لآخر يوم في عمرهم. طبعا هم دلوقتي فاكرين إن أنا بهمس لك بأساميهم وهيموتوا الظهر. عاش مولانا السلطان.